يا عم احكي لي قصتكم انتو. احنا قصتنا ان ابي مشلول وامي مطلقه، احنا مرة نشحت اكل من البنايات. ليك هي طنجره، مرة نشحت اكل، نجيب اكل من البنايات. والله وكيلك عم نروح نشحت اكل، ابي مشلول، ابي طاير دماغه مشلول. ما حتى ابي من كثر ما مجنون باب البيت، باكل كل شيء. مجنون ابي كثير، انا مجنون. امي ميتة، انا امي ميتة. عم نروح نشحت اكل، نروح نطلع البنايات ندق الابواب نشحت اكل. شي يعطينا وشي الا انا تقلي ابو الزنا ضربنا، الزنا ضربنا ونزلنا، شي يعطينا وشي ما يعطينا. هلا كنا طالعين هذيك البنايه وندق عليها. طب انت كان لك خالي مرتقب؟ كان انا لي خالي مرتقب. ايوه يعني طلقت ابي وسرقت دفتر العائله تبعنا وهربت على الشام. انتوا من وين؟ نحن من الشام. من الشام من العمارة. من العمارة؟ بيت طباع. طباع. طيب يعني انتوا عم تحسنوا تدبروا حالكم، يعني عم تحسنوا ايام ان تاكلوا؟ عم نحسن يام لما ما نجيب من ناكل، لما نجيب من ناكل. اها اكل لكم. هذه غوطة، هنا دوما. ايضا هذا هو الاكل اللي كنا نشحد من البنايات. طلعنا صرنا نشحد اكل ناكل. الله وكيله. او البرد، الدنيا برد، ما عندنا لا باب، ما عندنا شيء. الله وكيلك، بيتنا ما في لا باب، ما في شيء. تعال شوف قصدك بيتنا. الحديده هذه، نحن ما عندنا غير شو اسمه سجاده وطراحتين وحرامين. قلت لك ابي جنبه كل البيت، كان عندنا بيت منيح يعني، كان في غراض، ابي جنب. احنا كنا قاعدين عند خالتي ورتبي، كانت خالتي ورتبي متجوزة. عم هلا طلقت كمان جوزة ثانية طلعت. كنا احنا قاعدين عند هو باع كل البيت، ما خلى شيء. عم تدفوا في عندكم صوبيا؟ في عندنا صوبيا بس عمرو شو اسمه؟ عم نشحط عطب من هون بتحطبوا يعني؟ وهالبردات عندكم اواعي فيه؟ لا ما في اواعي. بدنا زلمة اشترى لها اياهم. جاك اشترى لها هي ب 1500 واشترى لها هي 1000. هذا حال أطفال الغوطة في ظل حصار الأسد، بشار الأسد المجرم وخزلان كل المجتمع الدولي والعالم العربي. الله وكيلك، يعني ما لنا لا أكل، ما لنا شيء. هنا الغوطة.